بتعقد الانتخابات العامة دايما في أول يوم تلات يلي أول يوم اتنين من شهر نوفمبر، زي ما قلت بيسموه الثلاثاء الكبير. في اليوم ده بيتوجه الناخبون إلى صناديق الاقتراع. عادة ما تفرز الأصوات وتعلن النتائج الأولية خلال 12 ساعة بعد إغلاق مراكز الاقتراع. بعد فرز الأصوات بتنتقل العملية الانتخابية إلى هيئة الانتخابات أو المجمع الانتخابي. بيجتمع أعضاء المجمع الانتخابي للتصويت على الرئيس ونائب الرئيس. بيجتمعوا في أول يوم اثنين بعد الأربعاء الثاني من شهر ديسمبر في العام الانتخابي. أعضاء المجمع الانتخابي غير ملزمين قانونا باختيار المرشح الفائز في ولايتهم، لكن عمليا هذا لم يحدث. في حالة عدم حصول أحد المرشحين للرئاسة على أغلبية أصوات المجمع الانتخابي بيصبح القرار في إيد مين؟ في إيد مجلس النواب. يحدث ذلك لو لم يحصل المرشح على 270 صوتا من أصوات المجمع الانتخابي. لو وصلت الانتخابات إلى مجلس النواب هيدلي كل عضو بصوته الوحيد فقط، وفي حالة المرشحين لمنصب نائب الرئيس فإن مجلس الشيوخ هو الذي يبت في أمرهم. تفتكروا ممكن مرشح يفوز في التصويت الشعبي ولا يصبح رئيسا؟ الحقيقة ممكن. ممكن المرشح يحصل على أكبر عدد من الأصوات على مستوى البلاد ولا يحصل على عدد كافي من أصوات المجمع الانتخابي، ساعتها لا يصبح رئيسا. لو لم يحصل على 270 صوتا في المجمع الانتخابي مش هيشوف البيت الأبيض إلا من بره. تعالوا نرجع لانتخابات عام 2000. في تلك الانتخابات فاز جورج بوش الابن ب 271 صوتا في المجمع الانتخابي. في الوقت نفسه كان منافسه آل جور بيزيد عنه بنصف مليون صوت في التصويت الشعبي. كاد جورج بوش ألا يكون رئيسا على صوت واحد في المجمع الانتخابي، ولكن يبدو أن شيء ما منحه درجة رأفة. أدل على ذلك انتشار شائعات عن وجود أوراق اقتراع غير واضحة، وممكن نسخر من الحجة دي. ممكن هناك حجة أخرى، وجود أصوات غير محسوبة في ولايات متأرجحة مثل ميسوري وفلوريدا، برضو سخرية أخرى من الديمقراطية الأمريكية. تدخلت المحكمة العليا، أعادت المحكمة العليا فرز الأصوات في ولاية فلوريدا اللي بتضم 6 ملايين ناخب رسميا. كسب جورج بوش ب 537 صوتا، ولكن الانتخابات انتقلت إلى ساحة المعارك القضائية. وصلت الدعاوى القضائية حتى المحكمة العليا، لكن المحكمة أخذت قرارها بفوز جورج بوش. آل جور تنازل عن الانتخابات علنا، في الوقت نفسه استاء بالقطع من قرار المحكمة العليا.